احكيلي اغرب حاجه حصلت لك. بصي اغرب حاجه ان انا في يوم طلع لي في الاوضه اللي في الاوتيل اللي انا فيه 17 برص براس. وانا لوحدي. احنا كان عندنا جروب كده بتاع الكرو كله، كنا عاملين جروب مع بعض. فجينا نقلنا من الاوتيل اللي احنا فيه لاوتيل تاني لمده 3 ايام في بلد كده رايحين، وبعدين هنرجع تاني الاوتيل بتاع. فالاوتيل اللي رحنا ده الاولاني كان اللي هو النوع اللي هو المبنى العالي، التاني بقى كان كله كانه عارفه اللي هو الاوض اللي في الارض دي كوخ، كانه زي كوخ كده شاليهات و... فالمهم دخلوا بقى زمايلنا وثروت وحمدي وكلهم بقى وكده، ومعاهم بقى الحاجات اللي بتترش. فقلنا ما تقلقوش احنا امننا لكم الاوضه وكله تمام وخلاص. فقالوا لي احنا بصي الاوضه ما فيهاش اي حاجه. دخلت بجد الاوضه فيها زي بيت النور كده اللي هو بيبقى غويط ده. انا اول ما قعدت على السرير وحطيت الشنطه انا فجاه عارفه الهجوم، لقيت ابراص بتطلع في اصوات على الشبابيك على الازاز. ايوه فصويت بقى وجري جري بقى. قعدت اصوت وقلت لهم انا مش هنام هنا، انا مش عارفه اروح فين وانتي على الارض. المهم فجوم بقى، فكان معانا يعني حد من البروديوسر اللي هناك، فجي يكلمني كده بمنتهى البساطه قال لي بصي يا شيماء مش هنعرف نعمل لك حاجه، لانه البلد هنا اصلا بيعبدوا الابراص حبيهم. فاحنا لو رحنا وسحبيهم انه انتي لازم نموتهم يعني بجد كلنا هنطرد من البلد، فانتي لازم تتعاملي. فقعدت الثلاث ايام اللي احنا في الاوتيل التاني ده ما بنامش، قعدت باصه كده فضلت باصه والله لحد ما تاقلمت. لا ما تاقلمت لحد ما رجعت الاوتيل الاول